لمزيد من التحليل لموضوعات المؤتمر المختلفة معنا على الهاتف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري. مهندس محمد، يعني اليوم بيعلو الحديث عن المياه والقضايا المتعلقة بالإدارة المستدامة لموارد المياه ومواضيع أيضا مختلفة، ندرة المياه والجفاف والتعاون عبر الحدود وتحسين أنظمة الإنذار المبكر. يعني منذ انطلاق المؤتمر في شرم الشيخ، إلى أي مدى ترى أن مصر عززت خطواتها وخططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره تهديد يشكل تهديد وجودي لمصر والعالم بأجمع، وخاصة في مجال المياه؟ هو بالفعل الحمد لله فعاليات المياه اللي عقدت خلال مؤتمر المناخ الحالي هي نتاج لمجهودات كبيرة قامت بها مصر خلال الشهور الماضية بالتعاون مع منظمة الأرصاد الجوية والعديد من الشركاء الدوليين. هذه المجهودات كان هدفها هو وضع قطاع المياه على رأس وفي قلب أجندة العمل المناخي، مش في مصر فقط ولكن في العالم كله، وخاصة أن التغيرات المناخية لها تأثيرات سلبية واضحة جدا على قطاع المية، مش في مصر فقط ولكن في جميع دول العالم. هنلاقي مثلا أنه في بعض الدول ظهر فيها ظواهر مناخية غير مسبوقة، زي مثلا ما حصل منذ عدة أشهر في أوروبا من حالات جفاف لم تحدث منذ مئات السنين، أيضا حالات جفاف ظهرت في بعض المناطق في الصين، وأمطار غزيرة في منطقة الربع الخالي في المملكة العربية السعودية، كلها ظواهر متطرفة. إحنا حتى يمكن في مصر هنا بنشوف هذه الظواهر المتطرفة من خلال السيول الومضية اللي أصبحت أكثر تطرفا في شدتها وفي أماكن سقوطها، وده كله بيستلزم تعاون دولي للتعامل مع قضايا المياه والتكيف مع التغيرات المناخية اللي بتأثر على قطاع المياه. مصر النهاردة أطلقت صباح اليوم في بداية يوم المياه مبادرة دولية شديدة الأهمية، هي مبادرة التكيف في قطاع المياه. المبادرة دي ما تخصش مصر فقط ولكنها مبادرة دولية معنية بالتكيف في التغيرات المناخية على المستوى العالمي في جميع دول العالم، مع إعطاء أولوية للدول النامية والدول الأفريقية باعتبارها الأقل تسببا في التغيرات المناخية، وفي نفس الوقت هي الأكثر تأثرا بهذه التغيرات المناخية بالشكل اللي بيستلزم توفير التمويل والدعم اللازم لهذه الدول لتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية اللي بتأثر عليها بشدة. وللأسف معظم الدول الأفريقية ما عندهاش البنية التحتية الكافية اللي تمكنها من التكيف مع هذه التغيرات المناخية. يمكن مؤتمر السنة دي مختلف عن باقي مؤتمرات المناخ، لأن دي المرة الأولى اللي يكون فيها يوم مخصوص للمياه. يمكن في قمة باريس في 2015 لم يتم ذكر كلمة المياه على الإطلاق في جميع الفعاليات الخاصة بمؤتمر المناخ في باريس، لكن السنة دي في يوم خاص للمية في مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه، وفي جناح مخصوص للمياه بيستمر لمدة 10 أيام في حوالي 70 حدث مختلف، في الحمد لله يعني زخم كبير ومشاركة كبيرة من المتخصصين في مجال المية في جناح المياه، وفي مناقشات كثيرة وعديدة تخص قطاع المية وتخص التكيف في قطاع المية. فالحمد لله الكوب 27 السنة دي مختلف تماما عن مؤتمرات المناخ السابقة فيما يتعلق بقضايا المياه والتكيف في قطاع المياه. نعم، ذكرت عن أن هناك اهتمام بموضوع المياه في كوب 27 وخاصة في المنطقة الخضراء المخصص لها مكان في كل ما يتعلق بالمياه بيتم تناوله فيه. ما هي الموضوعات المطروحة بهذا الشأن في المنطقة الخضراء؟ معزز، هو في المنطقة الزرقاء في مؤتمر المناخ وجناح المية في 70
جلسة متنوعة على مدى 10 أيام. ما الذي تشتمل هذه الجلسات؟ هذه الجلسات كلها بتدور حوالين إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في محاور متعددة، سواء من خلال استخدام التكنولوجيا والعلم الحديث والبحث العلمي في مشروعات التكيف، مجالات وسبل توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المختلفة اللي ستسهم في تكيف الدول مع التغيرات المناخية، التحول لاستخدام أنظمة ري حديثة ولكن مع مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية المختلفة والفوارق الفنية بين الدول الأفريقية والدول المتقدمة، بحيث أن يتم استخدام أنظمة ري حديث تتماشى مع الدول الأفريقية. تم أيضا مناقشة موقف الدلتاوات، دلتاوات الأنهار على مستوى العالم، وسبل حماية سواحل هذه الدلتاوات اللي بتعتبر مناطق منخفضة وبتعتبر الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية زي دلتا نهر النيل وغيرها من الدلتاوات. الحقيقة موضوعات فنية كتيرة ومتعددة، ولكنها كلها بتدور حوالين تأثير التغيرات المناخية حول قطاع المياه، وإيه الإجراءات والمشروعات اللي سيتم تنفيذها للتعامل مع هذه التأثيرات. يعني هي فرصة لتبادل الخبرات وأيضا لتبادل أفكار المشروعات لإيجاد حلول لمشاكل المياه، ولكن يعني دائما ما يقولون أن الموضوع ليس في إيجاد الطاقة ولكن في استهلاك الطاقة، والمياه بتعتمد أيضا بشكل أو بآخر على الطاقة. إلى أي مدى استطعنا ترشيد استهلاك المياه والخطط المستقبلية في هذا الشأن؟ بالفعل بالنسبة لمصر في مجهودات كبيرة في مجال تطوير والمنظومة المائية، سواء من خلال استخدام أنظمة الصرف المغطى أو إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمحاولة سد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، مشروعات تأهيل الترع ودراسة التحول لأنظمة الري الحديث بعد دراسة هذا الملف بشكل وافي ومتكامل، مشروعات للحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت نتيجة لهذه الطاقة التدميرية الموجودة في السيول، مشروعات حماية الشواطئ. الحقيقة يعني مشروعات كبيرة جدا بيتم تنفيذها من خلال الوزارة ومن خلال الدولة المصرية في قطاع المية للتعامل مع كل هذه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. يعني كان من ضمن الضيوف اللي تمت استضافتهم أستاذ في علم الهيدروميكانيكا، وكان يتحدث عن محطات متنقلة للمياه ولتحلية المياه. هل مصر بصدد جديد في هذا الشأن؟ طبعا احنا دي احد الملفات اللي تم دراستها اثناء المناقشات، والتأكيد على أهمية التوسع مستقبلا في مجال تحلية المياه، وخاصة انه تكلفة الطاقة بتتراجع يوم بعد يوم وسنة بعد سنة، وده إن شاء الله هينعكس بشكل إيجابي على التحول أو التوسع في مجال تحلية المياه في المستقبل إن شاء الله. مهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.